الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. حياكم الله في اللقاء الرابع من محاضرات في الفكر الإسلامي، والتي كما ذكرت لكم في هذه المحاضرة نحن نثير قضايا متعلقة بالفكر الإسلامي. وتحدثنا في المحاضرة الأولى عن الماهيات والمقدمات، تحدثنا في المحاضرة الثانية عن المصادر والخصائص والمجالات، تحدثنا في المحاضرة التي قبل هذه عن القيم الكبرى في الفكر الإسلامي، وكذلك عن التحديات التي تواجه الفكر الإسلامي. هنا اليوم سنتحدث عن قضية هي من الأهمية بمكان، وهي من أهم ما يميز الإسلام. ما هو هذا الشيء الذي يميز الإسلام؟ من أهم ما يميز الإسلام أنه يجمع ما بين الثوابت والمتغيرات. ليس الإسلام كله ثابتا، لو كان الإسلام كله ثابتا لا ما كان صالحا إلا لفترة زمنية معينة ثم ينتهي. ولو كان الإسلام كله يعني مرنا ومتغيرا لما ثبت أصلا بحال، ولما وجدت قطعيات ولا قيم ولا مبادئ ولا قواعد ولا أسس. فإذا الميزة كما يذكر الدكتور محمد عمار رحمه الله، الميزة الكبرى عندما يؤول المسلمون النصوص الشرعية أنهم يفرقون بين الثوابت وبين المتغيرات. لا بد أن نعرف ما هو الثابت، هذا الثابت لا ينبغي أن نتغير فيه ونسلم به جميعا، ونفرق بين المتغير. المتغير هذا الذي للعقل مساحة كبيرة جدا أن يجتهد فيه وأن ينظر فيه وأن يقلب وجوه النظر. إذا ما أردنا أن نعرف ما هي الثوابت وما هي المتغيرات، سنقول أن الثوابت ما هي؟ هي مسائل الإسلام التي لا تتغير بتغير الزمن والمكان والناس لتأكد الوحي أو لتأكيد الوحي عليها حتى صارت من المعلوم من الدين بالضرورة، كما سيأتي معنا مثلا وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج، مثلا وجود الله ووجود الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وغيرها، هذه من الثوابت التي لا تتغير لا زمانا ولا مكانا. المتغيرات هي المسائل والأحكام التي يجوز فيها ممكن أن نغير نبدل نفهمها بحسب الزمان والمكان والأشخاص والعوائد والنيات لدخولها ضمن منطقة العقل ودائرة الاجتهاد. إذن هذه هي ماهية الثوابت وماهية المتغيرات. إذا ما يعني أردنا أن نقول ما هي مناطق، يعني ما هي المناطق التي يعني فيها تكون ثوابت والمناطق التي هي متغيرات. مثلا أول منطقة من مناطق الثوابت القطعيات العقدية، يعني العقيدة ليست كتلة واحدة كما يصور بعض الناس أنه لا يجوز الخلاف في العقيدة وأنها كلها كتلة واحدة وأن الخلاف في العقيدة يعني كفر وإيمان. ليس صحيح، العقيدة قسمان، هناك كليات العقيدة وهناك فروع العقيدة، هناك أصول العقيدة وفروع العقيدة. أصول العقيدة لا ينبغي الاختلاف فيها أبدا، فروع العقيدة هذه مثل فروع الفقه، يمكن العقل البشري أن ينظر فيها ويتأمل ويصل فيها إلى نتيجة وقد يختلف الناس فيها. مثلا ما هي القطعية العقدية؟ الله موجود، الله على كل شيء قدير، الله له الإرادة المطلقة وله العلم المطلق وله الحرية المطلقة، وهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي بيده الإحياء والإماتة، هذه قطعيات. وجود الملائكة مثلا أنهم خلق من خلق الله يعبدون الله ويخدمونه وينفذون أوامره، وجود أنبياء يعني منذ آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن محمد هو خاتم الأنبياء، هذه مسلمات. هؤلاء الأنبياء صنعهم الله عز وجل بعينه وليسوا مثل البشر العاديين، هم بشر نعم لكن الله عز وجل عصمهم. وجود يعني كتب وأن هذه الكتب أنزلت على الأنبياء، القرآن والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى وغيرها من الكتب، هذه مسلمة ومن قطعيات العقيدة. وجود يوم آخر، وجود جنة، وجود نار، وجود حساب ونشر وغيرها، هذه كلها من القطعيات العقدية. هناك فروع في العقيدة يعني قد يختلف فيها مثلا الناس، يعني هل صفات الله عز وجل نؤولها أو نثبتها مع التنزيه أو أننا نفوضها، هذه مسألة اختلف فيها العلماء. عذاب القبر مثلا يعني هل هو يعني عذاب روحي فقط على رأي المعتزلة وغيرهم أم هو عذاب جسدي أيضا، هذه مسألة اختلف فيها العلماء، وهي في تصوري من الفروع وليست من الأصول. هل أفضل الإنسان أم الملائكة، أيهما أفضل، كل هذه من فروع العقيدة التي قد يختلف فيها العقل الإسلامي ولا بأس أن يختلفوا فيه. الكليات التشريعية، هذه المنطقة الثانية من منطقات الكليات. الكليات يعني القواعد الكلية مثل المشقة تجلب التيسير، مثلا الضرورة تبيح المحظورات، العادة محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا ضرر ولا ضرار وغيرها، كل هذه كليات تشريعية يعني لا يختلف فيها لا المسلمون ولا المسلمون مع غيرهم. الأصول الشعائرية،
أصول الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كلها هذه نحن معتقدون أنها واجبة، الصدق محمود، الأمانة محمودة، الإيثار محمود، الزنا محرم، السرقة محرم، عقوق الوالدين محرم، قطع الطريق محرم، السحر محرم، كل هذه الأشياء متفق عليها وهي من الأصول التي لا يختلف فيها الناس. المبادئ الأخلاقية، الصدق، الأمانة، الإيثار، الورع، مثلا الناس كلهم يعتقدون أن الخيانة سيئة، ويعتقدون أن الكذب سيئة، ويعتقدون أن كل هذه الأشياء هذه من المبادئ الأخلاقية التي لا خلاف فيها وهي من الثوابت. أيضا المقاصد والغايات، ما نسميه نحن بمقاصد الشريعة. الشريعة الإسلامية جاءت من أجل إسعاد الناس، جاءت من أجل يعني بيان الحق والصواب للناس، جاءت الشريعة الإسلامية كتيسير، الشريعة الإسلامية الأصل فيها التخفيف، الشريعة الإسلامية جاءت من أجل مصلحة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، هذه كلها مما هو متفق عليه. أيضا القواسم المشتركة في الطبائع الإنسانية، يعني هذه مسلمات منطقة الثوابت، نحن كلنا نعتقد أن البشر كلهم سواء، يعني من حيث الخلقة الله عز وجل خلقهم جميعا، كل البشر عندهم أهواء، عندهم أمزجة، يعني يمكن أن يتغير، يمكن أن يتبدل، يمكن أن يؤثر عليه، يمكن أن يتأثر، كل هذه الطبائع البشرية المشتركة هذه من الثوابت. مواطن الإجماع القطعي، يعني المسائل التي نص العلماء على أن فيها إجماعا قطعيا، ما معنى قطعي؟ توفرت في الشروط الستة المعروفة عند علماء الأصول، اتفاق المسلمين من أمة محمد في عصر من العصور على أمر من الأمور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا توفرت هذه الشروط يعني فهو إجماع قطعي. لا نقصد هنا الإجماع السكوتي الإجماع الظني، وإنما نقصد هنا الإجماع القطعي. إذن هذه المناطق هي مناطق القطعيات. طيب عندنا مناطق القطعيات أو الثوابت، المناطق المتغيرة، يعني التي يعني يمكن للإنسان يعني أن يجتهد فيها، ويمكن للعقل أن يمارس فيها عملية الاجتهاد. عندنا نقسمها إلى قسمين، الدكتور فؤاد البنا يقسمها إلى متغيرات في مساحة النص ومتغيرات في المساحة الخالية من النص. المتغيرات في مساحة النص يعني ذكر 4 مناطق، وعندنا في المساحة الخالية من النص ذكر 6 يعني متغيرات. مثلا المساحات المتغيرة في المتغيرة في مساحة النص، عندنا منطقة النصوص الظنية الثبوت، طبعا هذه ليست موجودة في القرآن أصلا، لأن القرآن كله قطعي الثبوت. عندما نتكلم عن نصوص ظنية الثبوت نحن نتكلم عن السنة، الأحاديث، الآحاد، هذه يعني العقل يمكن أن يعمل فيها، يصحح أو يضعف، هذه المساحة المتاحة للعقل فيها. أيضا منطقة النصوص ظنية الدلالة، هذه قد تكون آية قرآنية وقد تكون حديث، يعني القرآن قطعي الدلالة، لكن الآية أحيانا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، العلماء اختلفوا هنا هل الطهر أم الحيض أم هما معا أو ما إلى ذلك. طبعا هنا الظنية في الدلالة وليست في يعني الثبوت. في القرآن الكريم إنما الأعمال بالنيات، ما المقصود إنما الأعمال بالنيات؟ هل إنما صحة الأعمال بالنيات أو إنما كمال الأعمال بالنيات؟ هذا ظني الدلالة. في ظني الدلالة يختلف العلماء ويجتهدون ويعملون عقولهم ويتوصلون بناء على ضوابط، طبعا نحن نتكلم عن يعني كل إنسان يتحدى يتوصل إلى أشياء بأمزجته، إنما نتكلم عن وصول بقواعد وضوابط وأسس وأسس ومنطلقات. عندنا منطقة النصوص الظنية، النصوص الظنية التشريع، ما معنى نصوص ظنية التشريع؟ يعني معناها أن العلماء اختلفوا فيها، يعني حصل خلاف في هذه المسائل، نقول هذه ظنية التشريع، يعني في هذه المسألة يمكن للإنسان أو المفكر أن يجتهد اجتهاد انتقائي. ما معنى انتقائي؟ يعني يمكن أن ينتقي من هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في السابق ما يتناسب مع الزمان ومع المكان وفق ضوابط وأسس. عندنا أيضا من المتغيرات في مساحة النص منطقة تنزيل النصوص، يعني في عندنا فتوى وفي عندنا حكم، مثلا أضرب لكم مثال الخمر كحكم هو محرم، ولا يمكن أن يختلف هذا التحريم زمانا ولا مكانا، ولا يمكن أن يأتي في يوم من الأيام فنقول أن الخمر مباح، لا يمكن، لا يمكن هذا. لكن نحن نقول يعني عند التنزيل، يعني الآن لو أن شخصا مشى في الصحراء وابتلع شيئا ثم وقف هذا الشيء في حلقه ولم يجد إلا الخمر ينزل به هذا الشيء الذي في حلقه، نقول له في هذه الحالة يجب عليك. لماذا؟ لأنك ستنقذ نفسك حتى إن كان هذا محرما. إذن هذا تنزيل للنص، هذه فتوى تنزيل للنص. الخمر محرم، لكن طيب ما حكم إجراء عملية جراحية مثلا قلب مفتوح واستخدام المخدر؟ المخدر هو نوع من المسكر أصلا. طيب نقول في هذه الحالة يجب، لأن الإنسان قد يموت إذا أجريت له العملية من دون تخدير. إذن في تنزيل النص نحن نجتهد، والاجتهاد هنا قد يختلف من شخص إلى آخر ومن مكان إلى مكان وهكذا.
إذن هذه المناطق المتغيرة في مساحة النص. المناطق المتغيرة في المساحة الخالية من النص، عندنا منطقة الوسائل، عندنا منطقة العوائد والعراف، عندنا منطقة الفروع والجزئيات، عندنا منطقة الأحكام المبنية على معلومات أو خبرات ظنية، عندنا منطقة المصالح والمفاسد، عندنا منطقة الشؤون الدنيوية. كل هذه المناطق، هذه مناطق المتغيرات. منطقة الوسائل، عندنا مقاصد وعندنا وسائل. يعني مثلا أضربكم في الصلاة مقصد من المقاصد، وهناك وسائل لهذه الصلاة، مثلا الأذان، يعني هو واجب نعم، لكن وسيلة، يعني يقصد بها النداء أو الإخبار أن وقت الصلاة يعني دخل. طيب هذه الوسيلة قد تؤدى في رأس منارة من دون ميكروفون، قد يؤديها الإنسان بجانب المسجد، قد يؤديها بالميكروفون، قد يؤديها بطريقة، الوسائل تختلف، ليس هناك مشكلة وليس هناك حرج. تسوية الصف مقصد في الصلاة. طيب وضع خط مثلا بقلم مثلا، أو وضع خيط مثلا لتسوية الصف، هذه وسيلة ما حكمها؟ ليست بدعة، هذه وسيلة تختلف، يعني قد يراها شخص أنها جائزة وقد يراها شخص أنها جائزة، مع أنها في باب الوسائل وليس هناك يعني بدع في باب الوسائل. طيب عندنا منطقة الفرع والجزئيات، هذه منطقة متغيرة، لأن الفرع والجزئيات ليست مقاصد، هي يعني هي فرعيات، وهذه الفرعيات تختلف يعني باختلاف الناظر الذي هو العالم، وتختلف باختلاف البيئات، وتختلف باختلاف النص. عندنا أيضا منطقة العوائد والأعراف. كيف العوائد والأعراف؟ يعني العادات غالبا ما تختلف، وعندما يبنى حكم شرعي على عادة معينة، فإذا اختلفت هذه العادة اختلف معها الحكم الشرعي، وإذا يعني لم تختلف هذه العادة لم يختلف معها الحكم الشرعي. فإذا من أسباب تغير الحكم الشرعي ومن أسباب تغير الفتوى أحيانا تغير العادات والعوائد. مثلا في بعض المناطق هناك مهر مقدم ومؤخر، وفي مناطق أخرى ليس فيها مهر مقدم ومؤخر، هنا العادة محكمة. ولذلك الأصوليون عندما تكلموا عن مصادر التشريع ذكروا العرف، وعندنا قاعدة تقول أن العادة محكمة، وعندنا قاعدة تقول أنه ما لم يحدد شرعا يحدد عرفا. إذن العرف منطقة واسعة يمكن أن نعمل فيها عقولنا، وهي من المناطق المتغيرة وليست من المناطق الثابتة. منطقة أخرى من مناطق التغير هي منطقة المصالح والمفاسد. يعني عند خلو النص الشرعي نحن الآن نعمل نوازن، لأن الشريعة الإسلامية جاءت من أجل تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنه، هذا المقصد العام للشريعة الإسلامية. فنحن نقول الآن يعني في حال خلو النص، مثلا المسلمون في الغرب يريدون أن يشاركوا في الانتخابات، هنا يعني هم يعملون المصالح والمفاسد، يعني يرون هل الأفضل، هل الأغلب هي المصالح على المفاسد أم الأغلب هي المفاسد على المصالح، وبناء عليها يتخذوا حكما شرعيا وقرارا هل يشاركوا أو لا يشاركوا، هكذا. إذن بس هذه المنطقة تختلف، قد بعضهم يقدر أن المصالح أكثر وآخر يقدر أن المفاسد أكثر، فهنا يحصل اختلاف. لماذا؟ لأنها من المناطق المتغيرة والمعطيات تختلف من شخص إلى آخر، وبناء عليها تختلف تقدير المصلحة أو تقدير المفسدة، وهكذا. عندنا منطقة أخرى من مناطق المتغيرات في مساحة غير النص، منطقة الأحكام المبنية على معلومات أو خبرات ظنية، هذه تختلف. يعني مثلا لما أبني حكم شرعي على معلومة، هذه المعلومة قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، قد تكون دقيقة وقد تكون غير دقيقة، قد تكون فعلا مبنية على أبحاث علمية وعلى استقراء وعلى بحث في علم الاجتماع مثلا أو في علم النفس أو غيرها، وقد لا تكون مبنية على ذلك أصلا. مثلا لما أفتي في قضايا الطلاق، قد يأتيني شخص ويقول لي والله يعني هذا الرجل عنده حالة نفسية. طيب هذه الحالة النفسية من يقدرها؟ مش أنت تقدرها، لابد من طبيب نفسي يقدرها، لابد من اختبارات، لابد من معرفة فعلا حقيقية أن هذا الرجل عنده حالة نفسية حقيقية أم أنها متوهمة أو أنه يمثل أو ما إلى ذلك. إذن الخبرات والمعلومات هذه متغيرة، وبناء عليها الأحكام والأفكار التي تنتج عنها تكون أيضا متغيرة. عندنا أخيرا مساحة منطقة الشؤون الدنيوية، القضايا الدنيوية، قضايا الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، قضايا يعني هذه الأشياء الدنيوية، هذه حقيقة يعني هي من المناطق من المتغيرات، أو نستطيع أن نقول أنها من الظنيات التي يمكن أن نعمل فيها عقولنا ونقدر تقدير، لا نستطيع أن نجزم، لا نستطيع أن نقطع. لماذا؟ لأنها مثلا تقدير المصالح السياسية، أو تقدير مثلا المصالح الاقتصادية أو ما إلى ذلك، هذه كلها متغيرات وتختلف من شخص إلى آخر ومن دولة إلى أخرى، وتختلف باختلاف المعلومات ودقتها، وبناء عليها يختلف الأحكام يعني الناتجة عن هذه التصورات. إذن هذه المناطق هي مناطق المتغيرات في مساحة النص، ومناطق المتغيرات في يعني غير مساحة
النص. طيب لو سريعا لو أردنا أن نستعرض مميزات الجمع بين الثوابت والمتغيرات، يعني كوننا نجمع في صلب الشريعة الإسلامية بين الثوابت والمتغيرات، دكتور القرضاوي ذكر مثالا جميلا يقول لماذا الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية؟ قال هذه الثوابت والقطعيات مثلها مثل العمود الفقري، تجعل الإنسان مستقيم وقائم ويستطيع أن يمشي ويستطيع أن يبرز، فهي تحافظ على جسم الإنسان وعلى قوام جسم الإنسان. بينما المتغيرات مثلها مثل اللحم، يعني تخيلوا لو كان الإنسان كله لحم لا يستطيع أن يقف، ولو كان الإنسان كله عظم لا يستطيع أن يجلس ولا يستطيع أن ينام. فالجمع بين الثوابت والمتغيرات في جسم الشريعة الإسلامية يجعلها يعني مرنة، الثوابت تجعلها مرنة قادرة على التحرك، وعفوا المتغيرة تجعلها مرنة، والثوابت تجعلها مستقيمة ويعني واقفة وهكذا. طيب ميزة الجمع بين الثوابت والمتغيرات، واحد الجمع في تكوين الإسلام بين الكمال والتجدد، يعني كوننا نجمع بين الثوابت والمتغيرات معناها أننا نقول أن الإسلام كامل ومتجدد في نفس الوقت، كامل بالثوابت ومتجدد في المتغيرات. نحن نجمع في تكوين الشخصية المسلمة بين المشتركات الإنسانية والخصائص الفردية، يعني الثوابت هي خصائص فردية وهوية لأي أمة لأي دين، بينما المشتركات الإنسانية هذه من المتغيرات التي يمكن أن نتبادل يعني نتثاقف فيما بيننا مع الأشخاص الآخرين مع الأديان الأخرى، هذه مشتركات إنسانية. فأنا عندي خصائص الفردية التي هي الثوابت، وعندي متغيرات أستطيع في هذه المتغيرات أن آخذ من الآخر وأن أشترك معهم. أيضا نجمع في بناء الأمة بين الوحدة والقولبة، بين الوحدة والحرية عفوا. فأنا يعني ما هو الذي يوحدنا كمسلمين؟ الثوابت الذي توحدنا كمسلمين. طيب ما هي التي تجعلنا أحرار؟ كل شخص يمكن أن ينتقي من الإسلام ما يعني يرى أنه مناسب لعصره وزمانه ومكانه في المتغيرات. كذلك الجمع بين الثوابت والمتغيرات يجعلنا نجمع ما بين كيان الأمة، في كيان الأمة نجمع ما بين الاستقلال والانفتاح، فهي مستقلة بثوابتها ومنفتحة على الآخرين في مساحات المتغيرات. طيب أخيرا سنتكلم عن عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات. إذا خلطنا بين الثوابت والمتغيرات نكون قد خلطنا بين الدين والتدين. ما هو الدين؟ الدين هو القرآن والسنة النصوص. ما هي التدين؟ التدين الممارسة. فإذا خلطنا بين الثوابت والمتغيرات نكون يتدين شخص ويصور للناس أن تدينه هذا هو الدين. لا، الدين شيء والتدين شيء آخر. أيضا من العواقب الخلط بين الوحدة والقولبة، يعني الوحدة إحنا أمة واحدة بثوابتنا، القولبة كون شخص يعني يريد أن يملي علي بعض الأفكار يقولبني. لا، يعني مثلا بعض الناس يقول لك أنا أريد أن نتوحد كمسلمين. طيب كيف نتوحد؟ نتوحد في الثوابت ونكون أحرار في المتغيرات. لا، هو يريد أن يفرض علينا مذهبا معينا ورؤية معينة، هذه اسمها قولبة وليست وحدة. طيب عندي أنا من العواقب أيضا الخلط بين الإبداع والابتداع. الإبداع يكون في المتغيرات، الإبتداع يكون في الثوابت، الثوابت ليس هناك إبداع فيها فهي ثابتة أصلا. تريد أن تبدع؟ انتقل إلى دائرة المتغيرات وأبدع فيها. أيضا إذا خلطنا بين الثوابت والمتغيرات تكون قد خلطنا بين الاتباع والتبعية. الاتباع يكون في الثوابت، التبعية بعض الناس يملي عليك أشياء ويريد أن تتبعه. لا، هذه تبعية، كوني أخذ أفكار غيري وأريد أن أفرضها في حقل الإسلام هذه تبعية وليست اتباع. الخلط أيضا من عواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات الخلط بين الاقتباس المفروض والذوبان المرفوض، كوني يعني أخذ من الآخرين أو أتنازل عن ثوابتي هذا ذوبان، كوني أقتبس منهم في إطار المتغيرات وأستفيد منها هذا اقتباس مفروض. من تداعية الخلط بين الدين والتدين، الخلط بين العقيدة والفكرة، الخلط بين الشريعة والفقه وهكذا. إذن هذه يعني مسألة مهمة وهي قضية الثوابت والمتغيرات وميزة الجمع بين الثوابت والمتغيرات في الشريعة الإسلامية وعواقب الخلط بين الثوابت والمتغيرات، وهي من القضايا المهمة في الفكر الإسلامي التي لا بد أن يميزها المفكر حتى يميز بين دائرة قطعية ثابتة لا ينبغي أن تتغير وبين دائرة كبيرة هي المتغيرات التي أستطيع فيها أن أعمل فيها عقلية وأستفيد فيها من الآخرين. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.